الحقيقة احنا معانا نموذج لقصة تحدي عظيمة جدا، الحكم الدولي برياضة الرماية نهى العساوي اللي بتخوض حرب شرسة ضد مرض السرطان اللعين من أكتوبر اللي فات، وفي نفس الوقت هي مصممة ان حاجة زي دي ما توقفهاش وانها تتدرب وتحافظ على مستواها. وهي معانا دلوقتي مشرفانا عبر الزوم عشان تحكي لنا عن تجربتها وأحلامها. صباح الخير عليك يا نهى. صباح النور، زي حضرتك؟ صباح الفل عليكي. يعني في البداية خليني أقولك قد إيه إحنا فخورين بيكي وقد إيه أنت نموذج للقوة وشغف، وتدي رسائل مهمة قوي لناس كتيرة بتتفرج علينا دلوقتي. عايزين نعرف سر شغفك بدخول مجال التحكيم في رياضة الرماية. هو أنا من وأنا عندي 9 سنين وأنا بلعب رماية بندقية، وبعد كده قعدت 19 سنة في مجال الرماية إلى أن بقى اتجوزت وخلفت ابني يوسف. فكرت إن أنا أكمل في مجال الرماية بس بشكل آخر، فاخترت مجال التحكيم وبقيت حكم الحمد لله كويسة، وأثبتت نفسي في فترة كويسة برضو جدا. أنا بقالي 7 سنين دلوقتي حكم. بس ما شاء الله مش حكم عادي كمان، ده حكم دولي، فأكيد ليها أهلا مواصفات بحضرتك. خاصة. يا أهلا الحمد بيكي، لله. والله صباح أنا النور. أخدت كورس التحكيم الدولي كان هنا في القاهرة من 7 سنين، وبدأت بقى مجال التحكيم في بطولات محلية وأفريقية وعربية، إلى أن وصلت الحمد لله لبطولات كأس العالم وبطولات دولية، وأثبتت جدارة الحمد لله إن الحكم المصري قادر على إن هو يكون في وسط الحكام الأجانب وبأحسن شكل الحمد لله. طب نهى، انا عايزه ارجع معاكي بقى ورا شويه. يعني الرمايه بالذات بالبندقيات حاجه صعبه، يعني حاجه صعبه جدا. انا جربتها شخصيا وكانت بالنسبه لي صعبه جدا تحديد الهدف، وحتى شيله البندقيه نفسها صعبه. فقولي لي انت بقى من الاول خالص ايه اللي حسسك ان انا عايزه اعمل ده واتفوق فيه، ومين شجعك؟ يعني هل مثلا كان والدك هو اللي كان بيدعمك وبيشجعك في حاجه زي دي؟ هو فعلا والدي الله يرحمه كان ضابط جيش، الله كان يرحمه. أول قوات مسلحة في الرماية، وإحنا بحكم يعني شغله كنا ساكنين جنب نادي الرماية، فروحنا أنا وأختي الميدان وجربنا مسدس وبندقية، والحمد لله أنا لقيت نفسي بالفطرة، يعني حتى المدرب انبهر يعني إن أنا أول مرة كنت 9 سنين وأمسك البندقية بالشكل ده، فقال إن دي ممكن تكون جينات يعني. فالحمد لله لا يعني أثبت جدارة، ومن أول يوم وأول بطولة كمان ليا أخدت مركز ثالث وأنا عندي ما تسع شاء الله. سنين فالحمد لله يعني لقيت الموضوع مش بالصعوبة اللي الناس متخيلاها. وطبعا الرماية أو أي لعبة تانية بتعتمد على الممارسة والاجتهاد في التمرين، وأي شيء صعب ده بيكون سهل بالتدريب يعني واللياقة بس البدنية هي طبعا. صعبة يا أكيد. نهى، انت اللي شاطرة قوي. ميرسي جدا، ميرسي قوي ده برضو لحضرتك. يخليني أسألك، أنت دلوقتي شاركت في بطولات كتيرة ومسابقات كتيرة كحكم، مستوى الرياضة دي تحديدا في مصر عامل ايه؟ هو بصراحة طبعا المستوى الحمد لله في تفوق مستمر، وطبعا المشاركات الأولمبية بتاعتنا بقت منافسات قوية جدا وقريبة جدا من الميداليات. بس طبعا احنا بالنسبة لنا كمنها لعبة رقمية، فبيبقى فرق مثلا بونت 2 بونت، هي بتبقى حاجات بسيطة. لكن احنا الحمد لله يعني في البطولات الدولية وفي الأولمبياد قريبين جدا يعني. فطبعا مستوى الرماية المصرية على مستوى حتى أفريقيا أو مستوى العرب احنا الحمد لله في الحمد الصدارة لله. يعني، وخصوصا كمان الميدان الجديد اللي هو طبعا في العاصمة الإدارية في المدينة الأولمبية. طبعا ده أحسن ميدان على مستوى العالم بإشادة طبعا رئيس الاتحاد الدولي. و طب نهى، انت معانا؟ الو. الو، انا وحضرتك. ايوه يا نهى. طب بصي يا نهى، انا عايزه اسالك بقى سؤال. يعني انت دلوقتي بتحكمي في لعبه صعبه ومحتاجه تركيز منك جامد قوي، وفي نفس الوقت انت بتقولي ان انت دلوقتي عندك ابن، جوزتي وخلفتي، ازاي قدرتي تحافظي على مستواكي وفي نفس الوقت توازني بين البيت والنجاح في التحكيم؟ طبعا انا عارفه ان دي حاجه كل الستات ما شاء الله عارفين ان في الزمن اللي احنا فيه ده يحافظوا على حاجه زي دي بين شغلهم وبيتهم، لكن في ناس بتشوف ان دي حاجه صعبه قوي. انت عملتي ده ازاي؟
والله طبعا انا ما كنتش هقدر اعمل ده غير بمساعده طبعا اسرتي وجوزي وابني كمان. هو استحمل طبعا، انا كنت بسافر واسافر بطولات كاس عالم التحكيم وهو صغير، بس طبعا اكيد من غير مساعدته انا ما كنتش هقدر ابقى في المكانه دي. وطبعا اصرار جامد جدا مني ان انا تعشقت طبعا لرياضه الرمايه وقعدت فيها 19 سنه كلاعبه. فاكيد لما قررت ان انا استمر في الرمايه بس بشكل اخر، قررت برضو ان انا اكون متميزه، لان انا وانا لاعبه كنت اول عرب وثالث افريقيا ومحققه طبعا انجازات الحمد لله كويسه وانا لاعبه. فما كانش نفسي ان انا اقل عن نفس المستوى والانجازات دي وانا حكم، فاصريت وذاكرت وبقيت يعني الحمد لله قدها. يعني ان انا لما سافر كان الناس كلها الاول مستغربين ان حكم مصريه عربيه ومحجبه في وسط طقم من التحكيم الدولي، طبعا كان موضوع بالنسبه لهم جديد وصعب. بس الحمد لله انا اجتهدت وذاكرت لحد ما اوصل للمكانه دي. جميل. الى جانب طبعا اسرتي، طبعا اكيد الاتحاد المصري للرماية طبعا داعم كبير ليا برئاسه يعني اللواء حازم حسني، اكيد طبعا هو داعم ليا. وحتى بالرغم من تعبي دلوقتي الفترة الحالية، برضه هو رشحني للتحكيم في البطولة اللي هي بتاعت كأس العالم من 26 فبراير ل 8 مارس القادم إن شاء الله، وقال لي أنت قدها وهتكون هنا في القاهرة، وهو رشحني بالرغم من أنا يعني تعبانة. انت قدها واكبر منها وانت مش تعبانه، انت زي الفل ما شاء الله عليكي. انا بقى انت الحمد دلوقتي لله بتتكلمي ان الحمد لله والله. انت قلتي كلمه عجبتني قوي احنا دلوقتي، طبعا انا احنا قررت بنخوض حروب كتيرة في حياتنا، دي حرب منهم وإن شاء الله هنتصر عليها يعني ان بإذن شاء الله الله. انت قدها. انت قلتي كلمه مهمه جدا، ان انا قررت ادخل اللعبه دي ومش عايز ادخلها بس، لا انا عايز اكون مميزه فيها. وهو ده المهم، ان يكون عندك شغف انك تبقى مميز، مميز انك تكون مختلف وسط الناس اللي بيلعبوا هذه الرياضه، ده كويس. انت اتكلمتي برضو من شويه قلتي ان ابنك ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه يا رب، هل ابنك بيفكر ان هو يمارس نفس الرياضه، بما ان احنا قلنا في البدايه ان هي جينات وان والدك هو الله يرحمه هو اللي حبيبك في هذه الرياضه، فهل ابنك بيفكر هو او انت بصراحة حتى بتفكري له ابني في كده؟ بيجي معايا طبعا الميدان كتير، بس هو للأسف يعني هو بيفكر ان هو يبقى حكم على طول كمان، هو شايفني في مستعجل، التحكيم. مستعجل مش عايز يضيع وقت، انا لسه هلعب بقى هو وكده. لا شايفني كده، فهو عايز يكون في نفس المجال. بس انا طبعا يعني شرحت له الموضوع ان عشان اوصل للمكانة دي انا قعدت كلاعبة 19 سنة، وان انت لازم تبدا كلاعب، واكيد عشان اكيد برضو اوصل للتحكيم بالمستوى ده لازم كنت يعني اكون لاعبه مجتهده برضو، لان ده ساعدني كتير في التحكيم، ان انا بقيت بشوف اللاعب بعين لاعب مش بس بعين حكم، صحيح. ان هو انا عارفه برضو التريكس اللي ممكن اللاعب يعملها، فانا بقرا يعني كاني بقرا اللاعب. فعشان كده ده اللي خلاني الحمد لله تميزت عشان كده ان مفيش انا حد كنت بيعدي لاعبه من تحت ايدك. مميزه الحمد لله. طيب نهى، انت اتكلمتي من شويه عن تعبك ومحاربتك لمرض السرطان، وانت محاربه في الحقيقه قويه ما شاء الله عليكي. حابين نتكلم معاكي اكتر في النقطه دي، يعني اثرت ازاي عليكي؟ ومنها انا حاسه ان انت خدتي منها قوه كبيره قوي، خدتي منها يمكن بوش ليكي او دفعه ليكي للامام ان انت تعملي احسن وانك تتفوقي اكتر. حابين نعرف الناس ونديهم امل، يمكن حد بيسمعنا دلوقتي يشوف فيكي نموذج ويعمل ده ويعمل احسن ويتغلب منه ان شاء الله، ان شاء الله على المرض ان شاء الله باذن الله. هو انا كنت الحمد لله محظوظه ان يعني هو تم تشخيصي في 10 ايام، ان يعني تشخيص حالتي في 10 ايام، ودخلت عملت عمليه يعني كبيره لاستئصال الورم وكده، وانا دلوقتي في مرحله العلاج الكيماوي. هو الموضوع كله نفسي اكتر من العلاج. الحالة النفسية لازم تكون كويسة جدا بدعم طبعا الأسرة وأصدقائي وناس كتير جدا الحمد لله بيدعوا لي لما عرفوا إن أنا تعبانة. وبرضو إن هي الحقيقة ما بتقفش، الحقيقة ما بتقفش على حاجة، طول ما الواحد متمسك بالحياة وفي عنده أهداف ولسه حاجات ما حققهاش، هو ده اللي بيبقى الهدف، يعني ان هو يكمل، وان هو كله برضو يعني
قضاء ربنا، طبعا الواحد لا اعتراض عليه والمرض لا اعتراض عليه طبعا، وان ده ابتلاء، والابتلاء لازم الواحد يصبر عليه عشان ياخد الاجر والثواب، وان هو لسه برضو بيكافح في الحياة، وان هو الانتصار على المرض ده انا شايفة ان هو نفسي اكتر من ان هو طبعا عضوي. عظيم، ربنا يجعله دايما في ميزان لما يكون حسناتك. وانت نفسية اتكلمتي الواحد في نقطة كويسة، مهمة برضو، وخصوصا اكيد بتشجيع اللي حواليه، وانا برضو بتكى على الحتة دي، لان المريض نفسه بيحتاج دعم من اللي حواليه، دعم نفسي، وان هم بيقووه، يعني هو بيستمد قوته منهم. جزء كبير طبعا من اكيد العلاج طبعا. الدعم النفسي، سواء من الأسرة او من الأصدقاء والأصحاب وزملاء العمل. وهنا عايز اتكلم عن الدعم النفسي من أسرة الرماية في مصر. لا بصراحة يعني أنا بجد مش عارفة أشكرهم إزاي. من أول رئيس الاتحاد بصراحة بيتصل على طول بيا يطمن على صحتي، وبيدعمني ويقول لي إحنا معاكي وإنتي هتبقي كويسة، وحتى ترشيحه ليا، مجرد ترشيحه ليا في البطولة ده حافز كبير جدا. وأسرة الرماية كلها من مدربين وإداريين ولاعبين، أي يعني حضرتك لو متخيل أي بطولة محلية بتقام وانا مش موجوده فيها طبعا بحكم ظروفي الصحيه، بيتصلوا بيا كلهم بعد البطوله يقولوا لي مفتقدينك، وان شاء الله تشدي حيلك تبقي قويه وتنزلي ومستنيينك وكده، فاكيد ده طبعا بيأثر في نفسيتي جدا. وانا بشكر كل اسره الرمايه بصراحه ان هي واقفه جنبي في الفتره دي، وان شاء الله ربنا يقويني وانتصر ان شاء الله ان شاء الله وارجع تاني يا زي رب. الاول ربنا واحسن معاك ان شاء الله. واحسن ان شاء الله. طب نهى قولي لي انت، وبدل ما تكلموني وانا محاربه تكلموني وانا ناجيه ان شاء الله. ان انت شاء الله، ان شاء الله ان نتشرف شاء بيكي الله. كمان ضيفة استوديو بقى يعني. اكيد اكيد. ان شاء الله. نهى يعني كمان حابين نعرف منك، انت دلوقتي ما شاء الله حكم دولي، عايزه تعملي ايه بقى قدام؟ يعني ايه احلامك في مجال التحكيم خلال الفتره الجايه؟ هو الحكم الدولي اول ما بياخد كورس التحكيم بيبقى حكم دولي بي، بيبقى درجه بي. بعدها لازم يحكم 5 بطولات دوليه وبعدها بيترقى. انا الحمد لله حكمت ال5 بطولات دوليين ما شاء الله. وترقيت من حكم دولي بي لحكم دولي ايه. وطبعا شرط ان الواحد يحكم في الاولمبياد ان هو يكون حكم دولي ايه، فدي بقى ان شاء الله المرحله اللي جايه. ان كان يعني صحتي ان شاء الله كويسه، وان شاء الله يعني انا هدفي ان انا احكم في الاولمبياد ان شاء الله، إن شاء الله. شكرا لك لان يا ده نهى، دي اعلى يعني وانت بطوله تستحقيها والله دوليه في اي اتحاد، فطبعا نفسي امثل مصر فيها ان شاء الله في ان شاء التحكيم. الله. بنشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليكي نهى العيساوي الحكم الدولي برياضة الرماية. ألف شكر ليكي.